اهلا وسهلا فيكم، وهذا مكانكم. يعني حقق فيز السعيد نجاحات ملحوظة بالفترة الأخيرة، خصوصاً بمجال التلحين لكبار نجوم الوطن العربي بجانب الغناء. فهل يلزم أي فنان بلحن له بالتسجيل باستوديو الخاص فيه؟ آخر تعاون بيني وبين البرنس اللي بوجوهكم اليوم الطيبة نزلت الأغنية، تعامل في أغنية هذه جدة، سجلها ماجد مش في الاستوديو عندي. يعني بالعكس، الفنانين وين ما حبوا وين ما ارتاحوا يعني يسجلون. حبها في القلب يكبر من غلاها، صبحها من زينة هنا في اسم ساها. وحكينا عن كواليس أغنية غشاش الأخيرة يلي لحنها لصابر باعي. هذا التعاون صار من 2014. اليوم الأغنية عاملة جو حلو، واللي عرفته منهم انه راح يصورونها فيديو كليب. حابب اوضح نقطة يمكن ما تكلموا عنها هم، في غلط مطبعي صار في اغنية يا غشاش مكتوبة باسم الشاعر تركي الشريف، لكن راح يتصلح هذا الموضوع ان شاء الله في الايام القادمة هذه، وبينكتب باسم الشاعرة نسرين بنت محمد. وهذه صراحة غلطتي أنا، لأنه الأغنية صار لها فترة طويلة. يعني غشاش غشاش بين روحي يا خاين، ما بي ما بي خله ينفع كسيني. وفايز بشوف أنه هناك بعض الفنانين لمعوا عند غنائهم باللهجة الخليجية، أسماء المنور مثل أصالة مثل يارا، يعني من الناس اللي فعلا أتقنوا اللهجة الخليجية. ومن الواضح أن تعاوناته القادمة بالتلحين قوية جداً، وأولاً التعاون مع لطيفة. لطيفة يعني صديقة وفنانة كبيرة أكن لها كل الاحترام. أيضاً كان تعاون جداً قديم بيني وبينها، يمكن 2006 تقريباً، وإن شاء الله بيتجدد هذا التعاون قريباً إن شاء الله. ناخذ سيلفي اقترب يا غالي، كفك انت بكفي تقهر اللي في بالي. وحصريا اثناء تواجدنا معه كشف لنا سر اغنيته الجديده يلي بيقوم بتسجيلها. هذا التعاون بيني وبين الموسيقار الاخ والصديق الأستاذ ناصر الصالح الملحن السعودي والفنان، وعبر برنامجكم لأول مرة أصرح أن هذا العمل إهداء من الموسيقار ناصر الصالح. هذا شرف كبير ودعم منه. كلمات الشاعر المبدع خالد عوض، توزيع هشام السكران. إن شاء الله راح نصور هذه الأغنية عما قريب وشوفونها الناس، وإن شاء الله يحبون هذا العمل بإذن الله. الدنيا تحلى في قربك والهوى جابك، والسهرة من دونك الصلاة ما هي بسهرة.